مراسلنا عميد شحاده الموجود في بلده قباطيا. عميد، هل من معلومات جديده؟ نعم، انفجار كبير الآن يهز بلدة قباطيا في محيط المدارس. حصل الانفجار قبل قليل، وجيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار بكثافة في محيط تجمع المدارس، نفس المنطقة التي يتواجد بها جيش الاحتلال. ولا غير معروف إن كان هذا الانفجار قصف أو عبوة أو إطلاق قذيفة، إلا أن الانفجار يهز البلدة، انفجار قوي جدا قبل قليل يهز البلدة في محيط تجمع المدارس. هذا الاقتحام ما زال مستمرا وإطلاق نار كثيف من جيش الاحتلال الإسرائيلي. هناك فرق كبيرة من الصحفيين، كل فرقة منهم عالقة في مكان محدد. جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يسمح للصحفيين بمغادرة هذه البلدة أو الأماكن التي يتواجدون بها. كل مركبة تتحرك تتعرض لإطلاق نار، وأي في الشوارع أيضا يتعرض لإطلاق نار. هناك صحفيين علقوا داخل المساجد، وآخرون علقوا داخل منازل في محيط هذه المنطقة، حيث لم يكن متوقعا أن يستمر هذا الاقتحام لفترة طويلة، إلا أن الاقتحام يبدو أنه سيستمر لفترة أطول، مع دفع جيش الاحتلال الإسرائيلي خلال ساعات النهار بتعزيزات عسكرية لثلاث مرات إلى هذه البلدة، وتحديدا إلى محيط المدارس. ومن ثم انتقل الاقتحام وتوسع إلى مناطق أخرى داخل البلدة، إلى المنطقة الغربية، وكذلك الحال إلى المدخل الرئيس من بلدة قباطيا، حيث هناك تعرضت قوات الاحتلال الإسرائيلي مركبة وأطلقت عليها وبالكثير من الرصاص، إلا أن المركبة تمكنت من الابتعاد عن المنطقة. نحن الآن من داخل المنزل نسمع لإطلاق نار بشكل متواصل في محيط منطقة المدارس التي تحاصرها قوات الاحتلال الإسرائيلي. كما ذكرنا في البداية أن جيش الاحتلال كان في البداية يحاصر منزلا، ثم توسعت المحاصرة لحي بأكمله فيه تقريبا سبعة منازل. رصدنا وجود لجيش الاحتلال الإسرائيلي داخل هذه المنازل لقضائق محمولة على الكتف على هذه المنازل. ليلة صعبة في بلدة قباطيا. جيش الاحتلال الإسرائيلي بالجرافات العسكرية تعمد تدمير شبكة الكهرباء بالقرب من مجمع المدارس. انقطعت الكهرباء عن أحياء في هذه البلدة بالقرب من هذا المجمع، وقوات الاحتلال ما زالت متمركزة في أكثر من نقطة داخل هذه البلدة، ولا تتوقف أصوات التفجيرات وإطلاق الرصاص الكثيف في محيط تجمع المدارس وفي المنطقة الغربية من البلدة. نعم عميد، يبدو أن المنطقة الملتهبة هي المنطقة المحيطة بهذه المدارس، ربما مديرية التربية والتعليم البلدية ما إلى ذلك. يعني هل من الواضح يعني لماذا تطلق كل هذه القذائف على هذه المنطقة بالتحديد؟ هل هناك مقاومة؟ هل هناك تبادل أو اشتباكات أو تبادل لإطلاق النيران؟ في هذه المنطقة تحديدا ليس هناك اشتباكات، الاشتباكات تحصل من منطقة أبعد. هناك مقاتلين يواجهون جيش الاحتلال الإسرائيلي بإطلاق كثيف للرصاص من مناطق أبعد باتجاه أماكن تواجد جيش الاحتلال الإسرائيلي، ولكن في المنطقة التي نتواجد فيها في محيط المدارس حصل مواجهات عند بدء الاقتحام، ومن ثم استشهد عدد من الشبان الفلسطينيين المقاتلين الفلسطينيين، استشهد عدد منهم على سطح منزل، وبعد ذلك توقف الاشتباكات في المنطقة في محيط المدارس تحديدا، إلا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ما زال يركز على هذه المنطقة، وقام بالجرافات العسكرية بتدمير أجزاء من المنازل، حرق منازل أخرى. شهدنا النيران والدخان تتصاعد من منزلين في محيط المدارس خلال الساعات الماضية، وأطلق وابل كثيف من القذائف على أكثر من منزل. قوات الاحتلال تركز على هذه المنطقة من غير مفهوم ما الذي تريده من هذه المنطقة بعد استشهاد عدد من الشبان الفلسطينيين على سطح أحد المنازل. جرافات جيش الاحتلال الإسرائيلي التي بدأت بعملية هدم لأجزاء من منزل خلال ساعات النهار، كان داخل المنزل سيدة فقط، وكانت أعتقد على نافذة المنزل عندما قامت الجرافة بالبدء بهدم إحدى الغرف في المنزل، وكانت تصرخ من داخل المنزل أنها فقط تريد الخروج قبل أن تكمل الجرافة عملية الهدم. تمكنت في نهاية المطاف من الخروج من المنزل والابتعاد إلى منطقة الجيران المحيطين بمنزلها، وهدمت جرافات الاحتلال أجزاء من منزل هذه السيدة وأجزاء من منزل آخر. نسمع من هذه المنطقة هدير المدرعات العسكرية الإسرائيلية على الشارع الأمامي لتجمع المدارس، ما زالت هذه المدرعات موجودة في هذا الموقع، والجرافات العسكرية أيضا ما زالت موجودة في هذا الموقع.